الحرب هي الحل. ده من التغيرات برضو المتلاحقة. الإعلامي القدير أحمد موسى بيحذر اللي يجيب سيرة مصر في حاجة، هو كل حاجة مصر، يعني كلنا للعلم بنحذر وما نقبلش، بس تعالوا نسمع هو بيحذر من إيه الأول كده. تعالوا نسمع. احنا هندافع عن ارضنا وعن حدودنا وعن امننا القومي، لكن حضرتك مالكش علاقة انه مال مصر. انت عايز ايه من مصر؟ الحرب هي الحل. هو كل حاجة مصر؟ الحرب هي الحل. هي ليه مصر بس تشيل الشيلة؟ الحرب هي الحل. ليه انا لابقى بشيل كل حاجة؟ الحرب هي الحل. روحوا سينا يا سيدي، انت مالك بسينا؟ انما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. لا سلام مع القتلة ولا اتفاقات. فلتسقط اتفاقية كامب ديفيد، ولتسقط اتفاقية وادي عربة، ولتسقط اتفاقية اوسلو. الحرب هي الحل. يعني هو انت القضية الفلسطينية دي مستنية تحلها على حساب مصر؟ محتاج تحلها على حساب سينا؟ طب ما حضرتك تدخلوا، على فكرة في بلاد عندها اراضي مفتوحة، ما تودوهم هناك. اشمعنا مصر يعني؟ اشمعنا؟ احنا 105 مليون، وبالمناسبة حتى لو كنا 10 مليون ارضنا مش سداح مداح. تاني بقول لك، حتى لو احنا 10 مليون، لو احنا 50 مليون ارضنا. تغيرت كلامك ليه دلوقتي؟ ده ما فاتش غير اسبوعين بس. ده بص، انت في اول يوم كده كنت بتقول ايه؟ اسمع معايا. ايه الرسالة؟ ايوه ده طول ما انت عمال تضرب في الشعب الفلسطيني، طول ما انت عمال تدخل وتدنس الاقصى، طول ما انت عمال ما تديش هذا الشعب حقوقه. الشعب الفلسطيني له حقوق. لابد من حل واحد، العالم كله عارفه والمجتمع الدولي امام هذا الامر. لازم يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. العصابات الحقيقية هي اللي أنشأت دولة إسرائيل. عصابات الإرهاب هي اللي أنشأت دولة إسرائيل. الحاملات الأمريكية والموجودة هناك ممولة من أموال العرب في بنوك أوروبا، في بنوك أمريكا، في بنوك إيطاليا، في بنوك فرنسا، في بنوك ألمانيا. يا سيادة الرئيس، لا يليق بمصر أن تكبل بكامب ديفيد. المجلس الموقر يجب أن يكون له موقف من هذه المعاهدة أو هذه الاتفاقية. وفي الحقيقة لا يليق بهذه الاتفاقية في مجلس النواب إلا